نروح لخبر البروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسة حياة لرعاية وتأهيل السجناء، وهنروح نشوف التقرير ده، حيث نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مؤتمر صحفي لتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة تحت رعاية السيد وزير الداخلية السيد اللواء محمود توفيق، والذي وجه بإعلاء قيم الإنسان والارتقاء بالمنظومة الأمنية من خلال التواصل مع المؤسسات الحقوقية. مشاهد. بهذا توافقت رؤيتنا في حياة مع استراتيجية وزارة الداخلية المصرية في تطبيق السياسة العقابية في السجون المصرية، وإصدار شهادات معتمدة للحاصلين على هذا البرنامج التأهيلي، وذلك لتسهيل حصولهم على وظيفة مع العمل على إزالة كافة الموانع القانونية التي تحول دون محاولات المفرج عنهم للتوظيف. هي مؤسسة حياة أنشأت من 5 سنوات، وكل شغلنا عن إعادة تأهيل ودمج السجناء، ومن خلال السنة اللي فاتت بدأنا نقدم لوزارة الداخلية طلب تعاون لتطبيق منظومة إعادة تأهيل ودمج مجتمعية كاملة على مستوى الجمهورية، وناقشنا بنود البروتوكول اللي احنا بصدده النهاردة، وكان في تعاون مثمر مع وزارة الداخلية وجميع الإدارات الخاصة بها، سواء قطاع حقوق الإنسان أو قطاع الرعاية اللاحقة أو قطاع السجون، وكانوا الفكرة نفسها فكرة إتاحة الفرص الثانية للحياة، سواء عن طريق إعادة تأهيل ودمجهم اجتماعيا أو نفسيا ببرنامج نفسي متخصص ومهارات حياتية وقدرة على العودة للمجتمع ومنع العودة للجريمة. كمان كان عندنا مناقشات حوالين التوظيف والتشغيل والتمكين الاقتصادي والمشاريع اللي ممكن تساعد المفرج عنهم علشان يعاد بناء حياتهم مرة أخرى. وكان دايما المؤشر بتاعنا ان وزاره الداخليه واحنا بنحاول نفكر في تعزيز الامان المجتمعي بمنع العوده للجريمه. النهارده بروتوكول تعاون بيوقع بين الوزاره الممثله في قطاع حقوق الانسان ومؤسسه حياه للتنميه والدمج المجتمعي. يمكن توقيع بروتوكول النهارده هو طبعا بالتعاون مع قطاع السجون واداره شرطه الرعايه اللاحقه. البروتوكول النهارده ده يبدا تتويج لايمان الوزاره باهميه المشاركه المجتمعيه، أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني. يمكن احنا عندنا القطاع بيتكون من 2 إدارة عامة، الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعي. الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بتتواصل مع كافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية. طبعا يأتي من إيمان الوزارة بأهمية دور المجتمع، إن المجتمع عشان أقدر أحل المشكلات اللي فيه ما ينفعش إن أنا أعتمد فقط على مؤسسات الدولة. المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني والعمل التطوعي والعمل الأهلي ده مهم جدا، ومن إيمانا من دور من الوزارة بهذا الدور احنا بنتعاون وبنتواصل مع كافة المؤسسات اللي ممكن تأدي خدمة للمواطن وتساعد مؤسسات الدولة في هذا الشأن.